الناس اللي بينادوا غير الله سبحانه وتعالى حجة واحد من ثلاثة، يقولوا نحن بنحب الصالحين، عشان الموضوع يبقى لك واضح، بيقولوا نحن بنحب الصالحين ودي حجة باطلة. انت كونك تحبه دي مسألة، وكونك تناديه لكشف الكرب دي مسألة ثانية، فهذه الحجة باطلة، دي واحد. اثنين، الحجة الثانية بقولوا ده توسل، أنا بننادي الصالحين لأنه ده توسل، والله سبحانه وتعالى في القرآن قال فابتغوا إليه الوسيلة. الرد على الشبهة دي إنه التوسل في هذه الآية فابتغوا إليه الوسيلة القرب والعمل الصالح، ده تفسير منه، ده في تفسير ابن كثير عن ابن عباس وعن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وعن قتادة من أئمة التابعين رحمه الله تعالى. بعدين يا جماعة، التوسل هو اتخاذ وسيلة للوصول إلى غاية، يعني أنت بتتخذ لك وسيلة معينة وعندك غاية دار تصليها. قال ابن كثير رحمه الله ولا خلاف بين المفسرين في ذلك، والشيخ الألباني في كتاب التوسل قال هذا قول الفيروز بادي، يعني ديلك ناس الدين زي ابن كثير وديل ناس اللغة كلام اتفق. قال الألباني رحمه الله فالجائع، الجائع غايته الشبع وإزالة الجوع، وسيلته الطعام، يعني بيأكل ليه؟ دي وسيلة، غايته شنو؟ يزيل الجوع وينزل مكانه الشبع. الظمآن غايته الري وإزالة العطش والظمأ، وسيلته الماء. انت زول داير حاجة من الله سبحانه وتعالى، غايتك تنال الحاجة دي، الوسيلة طاعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ده التوسل الصحيح، توسل لله بالإيمان وبالعمل الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت، النازل بيدعوا بيتوسلوا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، لسه الدعاء ما جاء، ده توسل، فاكتبنا مع الشاهدين، ده الدعاء بتاعهم، ديك وسيلة. ومن التوسل التوسل لله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، يا رزاق أرزقني، يا رحمن أرحمني، يا تواب تب علي، يا وهاب هب لي ذرية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل بصفات الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النوع الثالث تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. ليه قالوا الحي؟ لأن الميت عمل انقطع، والدعاء والتوسل عمل صالح، وهو ذاك عمل انقطع، إلا من ثلاثة في صحيح مسلم، لا من صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولا الصالح يدعو له. ديل يا جماعة أنواع التوسل الصحيحة ثلاثة. أنت صليت بعد الصلاة يا الله أنا صليت لك، فرج كربتي دي لأني صليت لك، الله فرج عنك، توسلت بالعمل الصالح. ولا تتوسل بأسماء الله وصفاته الحسنى كما ذكرنا يا رزاق ارزقني إلى آخره، ولا تتوسل بأن يدعو لك، أن يدعو لك فلان، أن يدعو لك فلان، فلان ده بكون حي، لأنه لو ميت كيف يدعو؟ وبعد مشى لدار الحساب، ولو غايب يعرفك كيف عشان يدعو لك، وتطلب منه كيف وهو غايب؟ هل بيسمع؟ هو غايب بيسمع كيف؟ ولذلك مهما بلغ من الصلاح، أي ذول يقول لك ده صالح بيسمع البعيد، قل له أصلح هو ولا عائشة رضي الله عنها؟ لو قال لك الآن عندي شيخ ده زول صالح بيسمع من بعيد، قل له أصلح هو ولا عائشة رضي الله عنها؟ جزاك الله خير. إن قال لك أصلح هو أنت براك بتمش منه وبتعرفه ده زول فاكة منه.
وإن قال لك أصلح عائشة رضي الله عنها، ولا عائشة رضي الله عنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجها، تجادل عن زوجها وهي في حجرتي ويخفى علي بعض حديثها، يعني في جزء بسمعه جزء شنو ما بسمعون، وهي في حجرتها ورب العزة والجلال يسمعها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي من الله. فما في حجة يقول لك ده توسل، وين التوسل؟ وزول قال يا فكي فلان الحقني، وين التوسل؟ أنا دار عارف التوسل وين. التوسل ده فيه ثلاثة، متوسل متوسل إليه وسيلة، يا الله بالصلاة دي أرحمني، يا الله إنت متوسل، الله متوسل إليه سبحانه وتعالى، الوسيلة الصلاة بالصلاة دي. إنت لما تقول يا شيخ فلان الحقني، لو قلت توسل إنت متوسل، خلاص سلمنا جانا إنت متوسل، المتوسل إليه منه؟ لو قلت الله كذبت، لأنك إنت ما قلت يا الله نجيني، إنت قلت يا فلان الحقني، يا فلان فلان الحقني، الحقني دي راجع على منه؟ لفلان ذاته. ودي أي عمل دي الاثنين هذان شيئان، داعي ومدعو، الداعي إنت والمدعو الشيخ ده، ما في وسيلة الآن. يا فلان الحقني، طيب إنت متوسل، المتوسل خليه مع فلان، المتوسل إليه. الوسيلة شنو؟ ده أنا عارف الوسيلة شنو. يا فلان الحقني، وين الوسيلة؟ شكد هم بيخلطوا بين الدعاء والتوسل. طب تقول يا الله نجيني، إنت داعي والله مدعو سبحانه وتعالى. يا الله بصلاتي نجيني، إنت متوسل متوسل إليه الله سبحانه وتعالى، وسيلة الصلاة. الدعاء فيه أمران، فيه شيئان، عفوا فيه شيئان، داعي ومدعو، والتوسل فيه ثلاثة أشياء، متوسل متوسل إليه وسيلة. ما تلخبط الأمور ولا تلبسوا الحق بالباطل، توسل شرعي وتوسل يعني شركي. عشان كده في حاجة غريبة جدا، زمان الكفار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هل حال في الكربة زي حال في الرخاء؟ الجواب لا. طالما اختلف حال في الكربة عن حالهم في الرخاء، دل على أنهم في الكربة يخلصون العبادة لله بنادوا براو، وفي الرخاء لا يخلصون العبادة لله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شوف الكفار ديل دعوا الله، ما دعوا اللات ولا العزة. أسي تجي الكربة مش بيدعوا الله وبيدعوا غيره، ناس نديم ولا بقولوا يا الله ويا فلان، بينادوا فلان براه ذاته، دعوا فلانا مخلصين له الشرك بالله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره، ينادوا براه والزول ذاته متناقض لو ركز في كلامه. انت بتقول يا فلان الحقني، وين الله هنا سبحانه وتعالى؟ يا فلان أفزعني، يا فلان من الكرب، ده من الشرك الواضح الجلي. عشان كذا بعدين في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. لكن 200 أيوة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، طلب القربة وطلب الشفاعة أيضا في قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.